لتكوين جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب. ينضم إلينا عبر الإنترنت من أديس أبابا مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومية القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. أهلا بك معنا سيد مصباح. وقبل أن نبدأ النقاش دعنا نذهب إلى هذا الخبر. عقدت القوى الموقعة على اتفاق الإطاري اجتماعا بالعاصمة الإثيوبية يناقش إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني. وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريحات للجزيرة مباشر إن جلسات اليوم انتهت على أن تستأنف غدا في العاصمة أديس أبابا. وأعلن القيادي أن الاجتماع يناقش قضايا الأزمة الإنسانية الكارثية التي ألقت بظلالها على جميع مواطني السودان وكيفية تطوير رؤية سياسية تسهم في التعجيل بإنهاء الحرب على أسس صحيحة وعادلة وكيفية بناء أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب. أعيد الترحيب مرة أخرى بسيد مصباح أحمد، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من بورسودان التوم هجو القيادي بالكتلة الديمقراطية عضو المجلس الرئاسي للجبهة الوطنية السودانية. أهلا بك معنا سيد التوم. وأبدأ معك سيد مصباح، يعني هل رشحت أي أنباء حول نتائج هذا الاجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في أثيوبيا في محاولة لتكوين جبهة مدنية للوصول إلى حل لهذه الأزمة في البلاد وإنهاء الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وتحية للمشاهدين ولضيوفك في الاستوديو وعبر الهاتف السيدة توم هجو. انطلقت اليوم اجتماعات القوى الموقعة للاتفاق الإطاري، وهي اجتماعات تضم قوى الحرية والتغيير والجبهة السورية وقوى الانتقال والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وهذه الاجتماعات تأتي ضمن سلسلة من المحطات التي ابتدرت بلقاءات في نيروبي ثم لقاء الحرية والتغيير في القاهرة، ومرورا بهذا اللقاء الذي سيناقش قضايا مهمة وأساسية على رأسها الوضع الإنساني المتردي في البلاد وتطورات الأزمة الإنسانية وكيفية معالجتها، وكذلك أيضا سيناقش الرؤية السياسية للتحالف لكيفية توسيع الجبهة المدنية والتواصل مع الأطراف الأخرى لبناء أوسع جبهة مدنية لإيقاف هذه الحرب واستعادة المسار التحول المدني الديمقراطي. أيضا سيناقش عدة أوراق تتناول هذه القضايا الملحة، وسيخرج بتوصيات وبيان ختامي يوم قدم، وسيكون يوم حافل في لقاءات في اجتماعات مكثفة. ثم من بعد ذلك ستتحول هذه القوة إلى يعني انطلاق لتواصل مع الأطراف الأخرى من القوى السودانية الأخرى التي لديها مبادرات ولديها رؤية، لتنطلق كل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات في نهاية المطاف إلى اجتماع موسع يجمع كافة القوى المدنية التي يعني تعمل على وقف هذه الحرب وترفض هذه الحرب وتسعى لمعالجة هذه الأزمة عبر الطرق السياسية السلمية. هذه هي الخطوات. هذا الاجتماع هو اجتماع سيكون مهم جدا، بعده منتظر أن تعقد اجتماعات أخرى أيضا في إطار توسيع الجبهة المدنية في التواصل مع الأطراف السودانية الأخرى، وصولا إلى اجتماع موسع يجمع كافة القوى المدنية السياسية التي تدعم إيقاف هذه الحرب. فيما يتعلق بالتواصل مع القوى المدنية الأخرى سيد مصباح، يعني هل أنتم ستتواصلون مع القوى الأخرى التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، أم سيقتصر هذا الاجتماع عليكم فقط؟ نعم، الاتفاق الإطاري محطة مهمة مؤكد ناقش قضايا مهمة جدا، ولكنه ليس نهاية المطاف. سيكون الرؤية السياسية التي ستناقش وسيخرج بها هذا الاجتماع سيتم نقاشها مع الأطراف الأخرى، وسيتم التواصل مع كافة القوى المدنية الأخرى وأصحاب المبادرات الأخرى والرؤى الأخرى لنصل إلى في نهاية المطاف إلى توافق حول رؤية تجمع كل السودانيين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي الداعمين لوقف هذه الحرب. وسيكون هناك اجتماع موسع لهذه القوى بعد التشاور والاتصال معها ليلتئم شمل القوى المدنية الداعمة لوقف هذه الحرب والداعمة لمسار التحول المدني الديمقراطي في اجتماع موسع يعقد من المنتظر في سبتمبر المقبل، حتى نتوافق على رؤية موحدة
لإيقاف الحرب ومعالجة آثارها، ثم الانتقال إلى مرحلة العملية السياسية التي ستأتي بعد إيقاف هذه الحرب كأساس أولاً، ثم ننطلق إلى معالجة الأزمة عبر طرق سياسية. طيب سيد التوم مهجو من بورسودان، ما هو موقفكم من هذا الاجتماع؟ سيد مصباح يقول ببساطة الاتفاق الإطاري ليس نهاية المطاف، وكل القوى المدنية مدعوة لهذا الاجتماع من أجل في النهاية التوصل لرؤية موحدة لإنهاء هذا الصراع المسلح في البلاد، ومن بعد ذلك تبدأ العملية السياسية في البلاد. ما موقفكم من هذا الاجتماع سيد التوم؟ شكرا لك أخي، وشكرا لضيفك ومستمعيك. ودعني أول حاجة أصحح، أنا بتحدث الآن من ولاية سنار غرية الشيخ حجو مضغط رأس. أول حاجة حقيقة يعني بدءا الآن هذه الحرب في السودان، وهنالك 14 ولاية، هنالك 12 ولاية في السودان آمنة. ما الذي يجعل سودانيين أصلا أن يمشوا عايزين يعالجوا حرب هي موجودة في السودان، وهم مدنيين والشعب السوداني أن يجتمعوا في أثيوبيا؟ دي بداية الإشكال، وهذه مشكلة الذين يختطفون اسم الشعب. ليس هنالك الآن مجموعة مدنية في الخارج، وليس هنالك أي مجال للكلام عن اتفاق إطاري، وليس هنالك كلام أصلا لطرف أصيل في هذه الحرب. الآن يتحدثون عن الاتفاق الإطاري، وعن الاتفاق الإطاري كان القيادة بتاعته هي غادة الجيش السوداني الوقع عنهم البرهان، وغادة الدعم السريع الوقع حميتي، وغيادة قوى الحرية التغيير. كيف الآن أصبحوا هم وسطاء ويبحثون عن وقف الحرب، وهم أساس في هذه الحرب اللي قال حميتي ما كان في مشكلة بينه وبين البرهان قبل الاتفاق الإطاري، ورفض البرهان أن يوقع بالاتفاق الإطاري، والاتفاق الإطاري أتت به هذه المجموعة التي خرجت من السودان متسللة والآن تتكلم وتوزع نفسها أن هنالك جبهة يا سيد التوم. وما المشكلة أن تأتي هذه المبادرة أو أن يعقد هذا الاجتماع في القاهرة أو في أديس أبابا؟ يعني ما المشكلة إذا كان الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب، وهذا هو الهدف الذي يجتمع عليه الجميع؟ نعم، المشكلة في الآتي، أنك أنت إذا قيادة للشعب السوداني، وهذا الشعب السوداني في معنى، والآن هو تحت نير الحرب، يعني عروضه تنتهك، عاصمته تتدرب، ما الذي يجعلك تهرب عشان تتكلم عن قضيته في الخارج ولا تستطيع حتى أن تخرج بالسبل المعروفة؟ أتحدى من يوروني هنالك ممثل واحد لهم موجود في السودان. الآن إحنا قياداتنا، قيادات الجبهة الوطنية السودانية، قيادات الكتل الديمقراطية موجودة في بورسودان، وموجودة في دارفور، وموجودة في الخرطوم. سيد التوم، من تقصدهم تحديدا بأنهم هربوا؟ يعني حتى يكون الكلام محدد سيد التوم، من تقصدهم من هذا الحرب؟ سيد التوم، إن كنت تسمعني، من تقصدهم تحديدا بأنهم هربوا حتى يكون الكلام محدد لو تكرمت؟ كل قيادات هو الحرية والتغيير كانت موجودة، والتي وقعت وكانت موجودة في صف واحد مع الذين يتحاربون الآن، الآن ما موجود منهم ولا واحد داخل السودان، ولن يستطيعوا أن يدخلوا السودان، ولن يستطيعوا أن يمشوا حتى في عواصم السودانيين. طيب، لأنه كل الشعب السوداني يعرفهم الذين أشعلوا. طيب، كيف ترد على هذا الكلام سيد مصباح؟ أرجو أن تبقى معي سيد التوم. سيد مصباح أحمد من أديس أبابا، كيف ترد على هذا الكلام؟ الحقيقة كلام السيد التوم كلام فيه مزايدة غير مبررة. نحن خرجنا من السودان لأنه قضايا السودان أصبحت مرتبطة بمبادرات دولية متعلقة بمنبر جدة، متعلقة بالاتحاد الأفريقي، متعلقة بالإيجاد بدول الجوار، وبالتالي لدفع هذه الجهود وتنسيق هذه المبادرات لابد أن يكون هنالك حراك في الخارج للقوى المدنية يعبر عن الموقف القوى المدنية. السيد التوم، أنت جئت باتفاق جوبا لم يعقد في سنار، اتفاق جوبا عقد في جوبا، وكنت موجود في الخارج لسنين عددة، وكنت موجود. هل كنت هاربا من السودان يعني؟ ونحن جميعا خضنا المعركة ضد النظام البائد، و
جزء مننا كان في الخارج ونحن عدنا إلى الداخل ونظلنا من الداخل وأنت جئت من الخارج، هل يعني ذلك أنك كنت تهرب من السودان ولماذا لم تكن موجودا وتفاوض من الداخل؟ هذا أمر فيه مزايدة غير مبررة. نحن نسعى لإيقاف هذه الحرب، لن ننجر وراء هذه المزايدات الرخيصة. نحن موجودون في السودان، قياداتنا موجودة، جماهيرنا موجودين، نعبر عن قطاع عريض من الشعب السوداني الذي يرفض هذه الحرب. هذه الحرب لم نكن سببا فيها ولم يكن الاتفاق الإطاري سببا فيها، هذه الحرب صنعها انقلاب 25 الذي وقف السيد التوم أمام القصر الجمهوري وطالب بانقلاب 25 وقال لن نذهب حتى البيان يصدر، وصدر البيان الذي طيب. كان سببا في الخلاف بين حميتي والبرهان والذي أدى في نهاية المطاف إلى هذه الحرب التي بدأت أوارها تبدأ من فبراير 2022 قبل أن تبدأ العملية السياسية، وبالتالي هذه المزايدة ليست لن تمر ولن تنطلي على الشعب السوداني. الشعب السوداني يعلم جيدا نوايا القوى المدنية ويعلم جيدا أننا نسعى لتحقيق. إذن سيد التوم الرجل ببساطة يقول الشعب السوداني يعلم نوايا القوى المدنية ونحن الآن في حالة حراك بالخارج، ومن الطبيعي أن نكون بالخارج نقود هذا الحراك من أجل وقف الحرب. يعني لماذا تزايد علينا سيد التوم كما يقول سيد مصباح؟ لا طبعا للأسف الشديد هذا هو التدليس والتلبيس اللي اعتادت عليه هذه المجموعة. نحن فعلا غاتلنا نظام ديكتاتوري وعلى مدى 30 عاما وكنا موجودين في الداخل والخارج وكان هنالك الحرية والتغيير وكان هنالك نداء السودان وكنا برا نقوم بدور وزملائنا قبل أن ينقلبوا على المواثيق والعهود موجودين يدخلون السجون ونحن نغاتل، ليس هنالك وجه للمغارنة. الشيء الآخر كويس حتى إذا قبلنا هذا المنطق، هذا الشعب السوداني الآن موجود هو مشتت، أنا أقدر أفهم أنه في قيادات قاعدة برا، ممكن تورونا شعبكم وقياداتكم الموجودة الآن من ممثلكم في الداخل؟ الشيء الآخر الحراك الآن اللي بيقاد في الخارج بتقوده دول أنتوا لا تمثلوا الشعب السوداني. الاتفاق الإطاري بيتكلم الآن عن أنه يعني بدون اقتشاع أنه سبب المشكلة 25 أكتوبر اللي بيسموه انقلاب، وإذا كان الانقلاب هذا التمهج كان عسكريا ما كانت إذا اعتبرتوا انقلاب مدى القيادة ذاتها الآن اللي أنتوا يعني طيب. بتتبرعوا من العلاقة معها بتسموها طيب. هي الانقلاب سيد التوم يعني بعيدا عن حالة تبادل الاتهامات لأننا ربما نضوف في نفس الدائرة المفرغة التي لن تنتهي. سيد التوم ببساطة، هل إذا دعيتم لهذا الاجتماع، لأن سيد مصباح في بداية كلامه قال إنه هذا الاجتماع لن يقتصر فقط على القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، إذا دعيتم ككتلة ديمقراطية لهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى هدف محدد هو وقف الحرب، هل ستذهبون أم لا؟ هذه أول حاجة عايز يعني تخليني أكمل الفكرة باختصار لو تكررت. أول حاجة 25 أكتوبر لم تكن هنالك طيارات في الجو تخطف ولم يكن هنالك دبابة ولم تكون هنالك رمى وتسموها انقلاب، تسموها انقلاب بعد العمل تودا. الشيء الثاني مش أن الدعوة نحن محمد يدنا لكم تاني لأنكم عندكم أيادكم ملطخة بالدماء، أنتوا الفتنة التي أجعلت هذه الحرب، أنتوا الآن الطرف الأسوأ في هذه الحرب لأنكم قمتوا بالفتنة وحرفتوا من هذه الفتنة، الكل يعلم. هم على الأقل سيد التوم، هم على الأقل سيد التوم الآن بادروا وهناك اجتماع هدف وقف الحرب. هل لديكم أي نعم. رؤية مختلفة؟ يعني هذا الاجتماع يقولون إنه نعم. هدفه نعم. لدينا يعني وجود جبهة مدنية عريضة لإنهاء الحرب. هل لديكم بديل؟ هل لديكم أي رؤية بديلة؟ قضية نعم لنا رؤية واضحة وبدأناها في مؤتمر سينكات وعملنا الآن الجبهة الوطنية بقيادة ترك وجبهة جماهيرية بتضم كل الناس وهي أول حاجة رؤيتنا. أول حاجة الحل يجب أن يكون سوداني سوداني ومن داخل السودان، لن نقبل ولن نسمح ثاني لاختطاف والمتاجرة بالقضية السودانية بين السفارات وبين عصائم الدول. أتحدى الموجودين الآن في أديس الجماعة منه والبص يرفع عليهم منه ونازلين في أكبر فنادق أديس نحن عارفين، عشان كده رؤيتنا أول شيء عدم السماح للمتاجرة بالقضية السودانية وعدم السماح بالتسول بالقضية السودانية في الخارج طيب. الذي يحتكر أنه هو سوداني وهو يتكلم باسم الجماهير السودانية طيب. وضحت الفكرة سيد التوم، وضحت الفكرة. أعود لك سريعا سيد مصباح، إذن الرجل ببساطة يقول
يعني يجب أن يكون الحل داخليا، نرفض المتجارة بالقضية السودانية. وهو يعني في النهاية أكد أنه الكتلة الديمقراطية كما يقول توم هاجو لن تنضم إليكم. الحقيقة السيد توم هاجو يتكلم عن نفسه، لأنه هو أساسا من الذين تبضعوا في سوق السياسة بأنفسهم، ليس لديه جماهير وليس لديه ما يتحدث عنه. نحن تحدثنا مع أصحاب، لدينا اتصالات مع عدد من أطراف الكتلة الديمقراطية ربما لم ينوروا بهذا، ولدينا اتصالات مع أطراف مدنية أخرى، وستمضي هذه الجهود مع الأطراف الحقيقيين وليس مع الأجسام المصنوعة، وسيكون هنالك تواصل مع كافة القوى المدنية المؤثرة والفاعلة والتي لديها موقف لمعالجة هذه الأزمة ولديها موقف من هذه الحرب. ما يقوله السيد توم هو مزايدة وإسقاطات، هو لديه إسقاطات ضد هو الحرية والتغيير، نحن غير معنيين بها، نحن معنيين بقضايا البلد، معنيين بمعاناة. وباختصار أيضا سيد مصباح، هل تنون التواصل مع طرفي الأزمة مع الجيش والدعم السريع؟ باختصار لو تكرمت. ستكون أيادينا ممدودة لكل الحادبين على مصلحة الوطن الذين يسعون لإيقاف هذه الحرب ولمعالجة هذه الأزمة، لن نمل من ذلك ولن نألو جهدا في التواصل مع كل الأطراف. ونقول للسيد توم سنكون قريبا في الخرطوم في كل أنحاء السودان. طيب. وجماهيرنا موجودة، إذا تعلم حزب الأمة ولا تستطيع أن تتحدث عن ذلك. وضحت لدينا الفكرة سيد مصباح، شكرا جزيلا. عندما نكون هنالك أمنعنا من الدخول إلى السودان. أحمد رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومية القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، كنت معنا عبر الإنترنت من أديس أبابا. كما نشكر ضيفنا من السودان توم هاجو القيادي بالكتلة الديمقراطية وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الوطنية بالسودان، شكرا جزيلا لكم.